طبعا مفيش اكتر من ابراهيم صلاح، هو اللي هيقدر يكلمنا عن الفرق بين اي نادي ونادي الزمالك. وزي ما انت قلت لنا في بدايه الحلقه، بالذات عايز اكلمك على عمرو السيسي. طبعا زي ما انت تابعت وشفت الانتقادات اللي تعرض لها من اول الموسم، وحتى المستوى الفني الكبير اللي قدمه في البطوله العربيه. هو دايما احنا لما بنجيب لعيب او اللعيب طبيعته في موضوع الضغط والجمهور ده، يعني اللعيبه لسه ما شافتش ضغوط. احنا لعبنا ماتشات، مثلا انا لعبت بتاع اكتر من 6 7 ماتشات اهلي وزمالك، استاد القاهره متقفل، اللي بالظبط. بيباصي باص غلط بس والناس بتزوم عليه بتخض. فانتوا لسه انتوا ما شفتوش ضغط جمهور نادي الزمالك، ما لعبتوش تحت ضغط. احنا اكيد حضرتك فاكر الاستاد وهو التدريبات، واحنا لا التدريبات بالمدرج بس، التدريب اصلا كان بيجي 10,000 التدريب. احنا يعني التدريب ما بتعرفش تتمرن اصلا، كان استاد حلمي زموره مليان في الاول، ما كنتش بتعرف تتمرن من الجمهور. فاعتقد ان يعني نادي الزمالك دايما متعود على كده. انت اللعيب لازم يكون عنده شخصيه يقدر يفصل. انا النهارده بلعب عمرو السيسي مثلا، كنت في طلائع الجيش، طلائع الجيش مع احترامي ليه، هيكسب ماتش، هيتعادل ماتش، هيخسر ماتش، مفيش ضغوطات، الدنيا حلوه بالظبط. وانت عايز تبقى في منتصف مفيش جماهير الجدول تقابلك في بس الشارع يا كده. كابتن ابراهيم، والله في العظيم انا كان في بالظبط ناس بتبقى فاكره لي باص غلط، بالظبط يعني ابقى طالع نجم الماتش بس في واحده غلط مني. يا جماعه دي كوره، ما لازم بالظبط، اباصي 5 غلط في الماتش، بقى وارد. يفكرك بيها ان انت بسيط باص غلط. شوف الناس مركزه لدرجه ايه، وجمهور نادي الزمالك كبير وبيحب الكوره الحلوه وبيحب الكوره وبيحب فرقته جدا. فاعتقد شايف ان انت التحول اللي في ادائه، وبرضه كان عمر جابر ودونجا كلهم ظهروا ايوه، بمستوى كان مختلف تماما يا كابتن عن وده كمان الموسم. لازم نشيد بيه للراجل. يعني الراجل برضو اكيد له دور كبير في التحول او تحسن اداء بعض اللعيبه تاني، والناس تبدا ترجع تشيد بيها تاني. فاحنا عايزين كده، احنا عايزين نطلع اقصى حاجه عند كل لعيب جوه نادي الزمالك. لعيب الزمالك احنا جبنا كل اللعيبه اللي جبناها عشان هي لعيبه مميزه. احنا جبنا السيسي من طلائع الجيش لانه لعيب كويس في طلائع الجيش، جبنا دونجا من بيراميدز لانه مميز في لعيب منتخب، رجعنا عمر جابر عشان لعيب دولي ورجعناه عشان مميز في بيراميدز. احنا عايزين الناس دي تطلع كل اللي جواها. مصطفى شلبي بدايته كانت سيئه، بعد كده ربنا يرجعه لنا بالسلامه من الاصابه اللي كان فيها، كان في احلى فتره ليه بعد اما جه قبل ما يتصاب على طول. فاعتقد ان اللعيبه دي احنا بس محتاجين نطلع اقصى حاجه عندها، او محتاجين نطلع اللي جواها، وهم كمان لازم يساعدوا نفسيهم ويموتوا نفسهم عشان التطور. في فرصه كبيره، عندك فتره اعداد، خدت راحه كويسه، هترجع تاني استعداد لموسم جديد. فاعتقد ان دي فرصه يعني من ذهب للعيبه كلها انها تطلع اللي عندها. معاكم مدير فني فهمتوا طريقه لعبه وفهمتوا اسلوبه، فاتمنى من ربنا ان العوده وبدايه فتره اعداد تبقى منظمه، والعوده تاني واولاد النادي اللعيبه الصغيره كمان. نسيت ان انا اشيد بيهم، ان اللعيبه اللي بتطلع دلوقتي النهارده ما شاء الله نادي الزمالك بيطلع في سنتين حوالي 11 13 لعيب من قطاع الناشئين، دي عمرها ما كانت كلهم بتحصل، مواهب. عمرها ما بتحصل. النهارده احنا شفنا الانديه بتجري تفاوض اللعيبه الصغيره بتاعتك وبتاخدها بارقام كبيره. فاعتقد ان ده نجاح لقطاع الناشئين في الزمالك، وعندنا مواهب لازم نهتم بيهم ونطلعهم الدرجه الاولى. والوقت ده هو وقت اللعيبه الصغيره، لان انت ما بتقدرش تشتري من بره، فتقدر تطلع من تحت. فاتمنى ان الموسم ده يكون بدايته بدايه خير كده، وباذن الله يكون موسم مميز لفريقنا ان شاء الله.